نهاركم سعيد، يمكن أن نبدأ. هل تسمعون بشكل جيد؟ التأخر، لم تكن هناك أي تواصل بالإنترنت، وأحاول ألا أؤخركم ونبدأ فورا. ونبدأ من الضمانات الرقمية والتطور. ضمانات رقمية على بعد نقرة واحدة، ماذا يعني ذلك؟ هي آفاق جديدة للتمويل الرقمي، ونحاول أن نشرح لكم ماذا عملت الشركة لتساعد الناس والمؤسسات كيف أن تخرج من هذه المشاكل، هذه المعضلات، بفضل يعني بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. وأردت أن أقوم باختصار بشرح ذلك. ننتقل إلى الشريحة التالية، ونحاول أن أقوم بشرح ذلك بسرعة. أنا لمن لا يعرف، أنا ممثل سفراء إيطاليا ونائب رئيس برنامج شراكة المجتمع الاستهلاكي NEEW، مدير مشروع NDE، ومدرب معتمد في ماستر بروفي، ومقدم عبقرية المالية، وعضو رابطة جنرالات العالم لأجل السلام، ومتحدث الدولي، ومستثمر خاص. علينا أن يعني أن ننشئ السلام من أجل في جميع أنحاء العالم، واستخدام الحالة ونحاول أن نحصل ونكسب. أعتبر مستثمر ومتحدث عايض، ويعني مالك المحفظة الاستثمارية العالم، لذلك أعتبر أحد. والآن يعني اللي أتكلم معكم عن هذه المشاريع الرائعة. وسنتحدث من نحن ومن أين نحن، وماذا نعرض، وما هي مهمتنا للضمانات الرقمية. وسنتحدث عن تطورات مختلف دول العالم، وكيفية يعني أن تقوموا بهذا. نغير الشريحة، ننتقل إلى الشريحة التالية من فضلكم، حول تاريخ هذا المشروع. وكما ترون نحن في 2011 يعني ولدت هذه الفكرة بفضل أكاديمية المستثمر الخاص، و2019 ظهر برنامج كريبتا يونت، و2021 وتم تأسيس هذا يعني المشروع، مشروع الضمانات الرقمية.
ماذا تعني أكاديمية المستثمر الخاص؟ ولننظر ماذا حدث 2011. نغير الشريحة من فضلكم، ويمكن أن تقرأوا هنا 2019 قبل 10 سنوات تحولت الأكاديمية إلى يعني الذكرى العاشرة إلى بوابة أونلاين علمية، وعدد أعضائها يتجاوز 1,650,000 وطن، ومن عدد كبير من الدول أكثر من 176 دولة. وفي شركتنا ترون يعني معلمون معتمدين من ذوي الخبرة في الاستثمارات والتمويل، ونقدم تدريبات عملية في مجال التمويل والاستثمار والنمو الشخصي، ونقدم دورات تدريبية وجلسات جماعية وتدريبات فردية وتوجيهات مختلفة إذا كانت ذلك ضروري. وأود أن أقدم لكم فيديو صغير ومختصر ليوضح لكم ماذا تعمل هذه الأكاديمية. Academy of a Private Investor. Who are we? We are an efficient educational system in 21st century. And every day we work hard to get better. We teach how to manage money, how to multiply it and use it reasonably. We give people a complete picture of finance and investment science, personal development and business in 179 countries around the world. We have created and successfully use a variety of programs and workshops that help dozens of thousands of trained and successful investors to enter the market. Our students become investment advisors, portfolio managers and stock analysts. We train to find, analyze, and select tools for successful business development in 20 segments of market. We teach to create investment portfolios and manage it by applying gained knowledge in practice. We support the initiatives of our students and are always open to venture projects. We are ready to bet on the future technologies. We unite people and show the path to financial freedom. We develop you and guide to creation of a new reality according to the concept of the new economic evolution of the world. Instead of asking how much do we earn, it is much more important to understand how we should preserve and increase earnings. And we have answers to these questions. We are the Academy of a Private Investors. We have updated our brand to achieve greater efficiency, global reach and ability to share even more knowledge for people, for you. وقد عرضته لكم لتعرفوا إلى ماذا نسعى. نريد أن يعني أن نؤسس يعني تفكير جديد للمستثمرين. ليس هذا لماذا هذا مهم في الوقت؟ ترون السابق أن كل شيء تغير على المستوى العالمي، والناس يجب أن يعيشوا بشكل واع في هذه ظل هذه التغيرات. والآن ليس فقط معرفة كسب الأموال، والمهم أيضا كيفية التصرف بهذه الأموال ومضاعفتها. ولذلك يعني نعلم الناس كيفية الوصول إلى الحرية المالية، وهو من أهم الأسباب الأساسية المشكلة للنجاح. أريد أن أشرح لكم ذلك كما يشرحها أندري إيفودروفيتش خبرات المدير العام لشركة. لننظر إلى فيديو آخر، نشاهد فيديو آخر لمدة دقيقة واحدة، وهذا مهم جدا، فانظروا بإصغاء. Thank you.
I'm Andrey Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich. But you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. وتوزيع الخيرات والثروة بين سكان العالم لدينا حوالي 2 مليون شخص التي يمكن تشارك التي تشارك يمكن أن تساعد كافة أنواع سكان العالم والتطور والسعادة والحصول على والأهداف والأحلام ولنرى والمكون الثاني لعملنا كم وقد يعني لفتنا كيف تعمل شركتنا والآن بالنسبة لنظام الاقتصاد العالمي الجديد وكيف تعمل شركتنا ماذا ستقدم لنا الأصول والممتلكات ويعني نظام الإيكولوجي العالمي وخطوة بخطوة سنقوم بذلك يعني تاريخ كريبتا يونت هو عبارة عن برنامج تدريبي مبتكر والذي كوناه وكونا يعني محفظة عالمية ومكون من مجموعة من الأجزاء والقطاعات ويصبح شريكا في ملكية المحفظة العالمية WCRU حتى بأقل الموارد المتاحة وهو يجمع كمية كبيرة من المجتمعات أو القطاعات الاقتصادية إيفوريش تحت مظلة واحدة وننظر إلى الشريحة التالية إلى ماذا توصلنا خلال هذه الفترات السابقة لنرى إلى المراحل الخمس الأساسية في 30 من مارس 2019 تم إطلاق برنامج كريبتا يونت و 8 يناير كانوا الثاني 2020 تم الانتقال إلى الجزء الثاني للتطوير ماذا يعني ذلك خلال 9 أشهر لقد قمنا بالإطلاق المبدئي والأولي للكريبتا يونت وماذا سنعمل لاحقا لقد أعطينا المعلومات لملايين الناس وما سيكون ذلك ما هو يعني ما يميز هذا المشروع وفي 19 من أبريل 2020 تم بدء معاملة البيانات على البلوكشين الخاص بنا وبعد عدة أشهر عندما تم إرسال كل البيانات إلى البلوكشين لقد بدأنا أن نطالب التنظيمات في يعني الأوراق المالية وقد ونحصل على الموافقات على بيع السكيورتي توكن السيون بواسطة الشركة السويسرية التي حصلت على كافة التراخيص والشهادات ولكن مع الأسف أن الجائحة وفي هذا السياق علينا يعني أن نحصل على شيء جديد ويعني أدوات جديدة التي تساعد المشاركات والأفراد
وبالتالي بالثامن والعشرين من يناير كانون الثاني 2021 تم الإعداد والدراسة التفصيلية للقوانين، ويخرج أو خرج يعني مشروع NDE الضمانات الرقمية طبعا، يعني التطور الرقمي الجديد. وننتقل إلى الشريحة التالية ونتكلم بالتفصيل لماذا تم يعني إنشاء الضمانة الرقمية. هذا السؤال يعني وهو يعني أمر معقد، ومع الأسف بسبب الجائحة التي يعني انتشرت بجميع أنحاء العالم وولدت الخوف، خاصة من الأشهر السابقة أكثر من عام للتخلص من هذه الأزمة الاقتصادية، والناس يفقدون عملهم، وكل الناس الذين يستمرون بالعمل. نغير الشريحة، ماذا يحدث الآن مع الناس؟ يعني كمية كبيرة من الجرائد والقصاصات والعناوين، ماذا يحدث؟ يعني تم تسريح الناس ولا يستطيعون الدفع للقروض، أن يدفعوا للبنوك الأقساط، وكل هؤلاء الناس الذين كانوا يعني لا توجد لديهم الإمكانية يعني الضمانات، أن تعطي للبنوك الضمانات، أي لا يعني قادرين على الدفع لأخذ الشقق والبيوت والسيارات. والكثير يصرح أنك يعني هناك يعني موظفون صادقون أو لا يستطيعون الدفع، أي لم يستطيعوا أن يدفعوا قروضهم للبنوك والقيام بواجباتهم. يعني ويدفعون لنا يعني الرواتب. نغير الشريحة، ويعني ما هي مهمتنا ورسالتنا؟ هي إنشاء تصنيف رقمي مستدام للناس، للأفراد والشركات بفضل التوكينات، يعني وهي مفيدة سواء للأفراد والشركات، أي هي أداة الذي سيعطي يعني ضمانات كافية ليصبح الناس يعني يعني عندهم القدرة للدفع، ويستطيع الناس من جديد أن يدفعوا ويكسبوا وإلى ينتقلون إلى الأسواق الجديدة، ويعني البحث عن أماكن جديدة للعمل. هذه مهمتنا الكبيرة، وأنا يعني مدير لهذا المشروع أطلب يعني نشر هذه المعلومات. يمكن أن نعطي الأمل، ولدينا الأدوات اللازمة لذلك، وهذا الأمل يمكن أن يكونوا متأكدين وواثقين، ومنتجنا وسيصبح متاحا للجميع. ننتقل إلى الشريحة التالية. ما هي خواص هذا النظام؟ يعني مميزات نظام التصنيف المركزي للشركات، ماذا يعني ذلك؟ أي يمكن أن تصلوا إلى ذلك بشكل سريع دون إهدار للوقت، يعني ثواني قد تصل إلى الدقيقة. وطبعاً وبالنسبة للبنوك يعني حول الضرائب، يجب أن أوضح جميع أنواع الدخل لدي والحصول على وبفضل البلوكشين والتصنيف المركزي.
يعني بفضل ضغط زر على ضغط على زر مرة واحدة. يعني تقومون بسرعة إجراءات العمليات المالية وهناك يعني طبعا البلوكشين، ونحن نضمن الأمان ونعود لكم يعني جميع هذه وأحد هذه المزية الذي نقدمها لكم يعني بالضمانات الرقمية. وننتقل إلى الشريحة التالية، كيف تعمل هذه البنوك؟ طبعا بنوك يعني بنود الضمان التقليدي، 90% من الشركات يعني فنحلل يعني كم هي يعني متاحة لنا أو سهلة أو أي. وكالشركة يعني والتصنيف من فئة A يعني هو إسهام غير قابل للاستردار من 2% حتى 15%. طبعا الوقت اللازم للإفراج لسداد الأقساط طبعا لاستكمال السداد طبعا. فمثلا وعندما أضع رهنا من هذه الأموال أو الممتلكات يعني رأس المال الممتلكات الموضوعة ضمان 100% طبعا. القروض التي قدمها البنك مثلا بعد ذلك بعد الإيداع يعني أصبح مجمدا لوقت طويل قد تصل إلى يعني نصف سنة وأكثر، وأنتم تفهمون مضطرين لأربعة أشهر للوصول إلى ممتلكاتكم وأموالكم. ولم تكن هناك طبعا والضمانات كانت صعبة جدا والوصول إليها يعني من 90 إلى 120، والآن بفضل ضغطة واحدة على الزر بشكل فوري يمكن التأكد من ذلك والحصول على إمكانية الحصول على الأموال اللازمة في هذا. والفرق الكبير وهي مبدئية. ننتقل إلى الشريحة التالية ونحاول تغيير ما هي الإمكانيات التي تعطيها الضمانة الرقمية أي المزايا. كما قلت يعني الوصول بشكل فوري يعني النصائح فورية حول التصنيف الرقمي المعتمد يعني محفظة إلكترونية رقمية وهي مضمونة يعني على البلوكشين، وأستطيع أن أضمن ذلك يعني بالدفع الرقمي أو مدفوعات إلكترونية فورية مضمونة وضمان رقمي معتمد بمساعدة بلوكشين، تأجير سيارات معدات إلى آخره. وأستطيع أن أقوم بدفعات مهمة، عمليات دفع مهمة. لدينا يعني الحساب اسكرو الرقمي مثال مثلا لمدفوعات هامة مثل عمليات التوثيق لصفقات كبيرة بالأحجار الكريمة مثلا والأحجار الثمينة. يعني العقود أيضا، ويعني هناك ضمانات دفع الأقساط، ويعني بحدود أو حدود ائتمان شهرية لموزعي المواد.
واستخدم يعني استخدم منصة للبزنس الى البزنس من بزنس الى بزنس وال يعني الزبون يشعر بالأمان واستطيع ان اعمل واتطور في جميع الشروط والظروف مع الأمل والموثوقية طبعا مع الأطراف الثالثة أيضا وبعد وقد شرحنا لكم التفاصيل حول مشروعنا ومن 3 إلى 4 من يوليو مشروع يوغين سيكون مقدما في روما هذه التي سيتم تنظيمها مناسبة رائعة عالمية ومن سيحضر على مؤتمرنا في مؤتمرنا خلال يعني المشاركة بعشرات اليورات مثلا للمشاركة بهذا المؤتمر وستحصلون على التسجيلات الخاصة بالوقت الملائم لكم ونريكم الرؤية الجديدة ماذا يمكن أن نعمل في البزنس وكل ذلك سيكون متاحا في 5 من يوليو أي وبشكل مطلق هي الإمكانية التي ستذكركم بالطاقة وتعطيكم الحماس وتستطيعون أن تعملون بشكل جديد وأنا متأكد من ذلك ليس لأنني فقط مدير لهذا المشروع لأنه سيكون هذا مهما جدا لجميع الفئات وننتقل إلى ماذا يعني ابتكار التصنيف الرقمي اللي هي قائمة السجلات للتأكد من ذلك وتسريع لا نريد كان يكون كل شيء بوضوح أو مفهوم نريد أن نقسم التصنيف إلى عدة سجلات يعني للحكومات والبلديات والهيئات الحكومية وكذلك والسجل الثاني سيكون يعني للأمور المالية يعني مثل البنوك والمنظمات المالية والصناديق الاستثمار وشركات يعني تأمين وأيضا هناك سجلات يعني تكون يعني مجزأة أو مقسومة إلى شركات التدريب المهني لهذه السجلات يعني سجلات الأفراد يعني نادي في آي بي الأفراد والتدريب الأساسي لا نعرف عادة كيف يعمل يعني هناك صعوبات يعني لدفع الضرائب غير متأكدين وواثقين في هذا العالم لأنهم لا يعرفون ببرامج الكمبيوترات ولذلك تم تقسيم ذلك يعني دورات مقسومة أو مجزأة لمجموعة من المحاضرات وهي دورات تعليمية وأنا متأكد أنه قريبا كل ما سيصبح يعني أمرا عاديا واليوم بدون أي مشاكل نستخدم التليفونات كونوا الأوائل اليوم بذلك ننتقل إلى الشريحة التالية الموثوقية الآن
لا ينقصنا الموثوقية. يمكن أن تكونوا يعني أن تكونوا ناس صادقين وتعاملون مع الناس للناس الذين يعني يعملون بشكل صادق الذين يحاولون 100% للخروج من أي حالة أي الموثوقية لتحقيق الموثوقية الكاملة يجب خضوع السجل لعمل. أول شيء هو المواد مثلا لتحقيق لا يكون متأكدا بالموثوقية لمن يدفع أو يقوم بالدفع أي تحقيق الموثوقة الكاملة أي بفضل السجل نعود للموثوقية ما علينا لنحصل على الإمكانية لتقديم الضمانات نستطيع رأسملة الرأسملة بكل فئة من الفئات التي تكلمنا عليها سابقا ونستطيع أن نضمن ذلك للحكومات والمنظمات المالية ويعني البلديات التي تقترح المناقصة تقدم المناقصات ونعطي ضمانات كبيرة لتحقيق وتقديم كل من سيشارك في رسملة السجلات سيحصلون على إمكانية للمشاركة في المناقصات والحصول على مزايا إضافية قبل فتح الحساب الشخصي. ماذا يعني ذلك؟ لقد بدأنا العمل لكل مجتمعنا وشركتنا وفي نهاية يوليو وأغسطس سيتم يعني إطلاق هذا المشروع وللشركات التي تستطيع أن تدخل في مرحلة قبل فتح الحساب الشخصي كما هنا مكتوب في الشريح سنعطيهم يعني خواص إضافية مزايا إضافية من التجميد أي دخل من التجميد للسيكوريتي توكن عندما ستدخلون في سجلنا التي تستخدمونها للدخول في سجلنا هذا المبلغ نعطيكم إياه كاستئجار للتوكينات وخلال 10 سنوات تستطيعون استخدام يعني إمكانيات سيكوريتي توكن ويمكن أن يعني أن تقوموا بالنفقات الخاصة أو ولنرى في الشريحة التالية ماذا تستطيع أن تقوم هذه الشركات كشركة في يعني السجل للشركات شركات الأفراد والبنوك وشركات الحكومات. طبعا هذا السجل وهذه القائمة هي ليست قائمة من دون أخذ بالنظر الاعتبار بعض الأمور، يعني مثلا هناك أكبر حجم يمكن القيام به هو تقوم به شركتنا، لأنه في العالم هناك عدد كبير من الشركات في دول مختلفة، وعادة ما يحدث أنه أن المزود لديه المال العميل لديه المال والمزود لديه البضاعة أو المواد معينة، ولكن والمشكلة هو أن الشركات من دول مختلفة وفي جهات مختلفة من العالم لا تثق ببعضها البعض، ولذلك هي تعود إلى البنك لتقوم بتوقيع عقد للضمانات عن طريق البنك ولكي يتم ضمان أن هذه
الصفقة سيتم تمويلها بشكل صحيح، وهذا يتم عن طريق عقود بين الشركات والبنوك. ولكي تحصل على الضمانات البنكية عادة من الشركة يتم طلب من قبل البنوك، طلب من هذه الشركة أن تقوم هذه الشركة بوضع بعض الأموال كرهن أو بعض الأملاك كرهن، ولكن هي ستعود هذه الأموال أو الرهون فيما بعد، ولكن الأسعار هي تكون بنفس السعر أو هذا المبلغ أو قيمة الرهن هو يمكن أن يصل إلى الصفر فيما بعد، لأنه خلال سنة يمكن أن تتغير الحالة الاقتصادية، ومن الممكن أن النسبة المئوية لهذه الأملاك يمكن أن تنخفض. وهنا السكيورتي توكن أو الرموز الآمنة هي دائما تنمو وتنمو بفضل نمو الأصول التي هي تكون موجودة في أصل هذا المشروع يعني، وهذا النمو هو سيغطي كل النفقات التي سيتم انفاقها على هذا المشروع. ونحن ما نسينا الأفراد، يعني تحدثنا عن الشركات والآن سنتحدث عن الأفراد، وسنتحدث الآن عن هؤلاء الناس الذين هم عادة ما يستخدمون الخدمات البنكية. الشريحة التالية نحن سنرى في الغرفة الإيطالية ظهرت لدينا هذه الشريحة، هناك بنت مبتسمة لأن كل شخص منا هو يعود إلى البنك من أجل خدمات البنكية، وعادة ما نعود إلى البنك لاقتراض الأموال. وتخيلوا الوضع أنه أنا متأكد 100% في يوم غد، لست متأكد عفوا بما ماذا يحدث غدا، أو لست متأكد هل أنني سأستطيع دفع الأقساط مقابل شراء سيارة بالأقساط أو إيجار الشقة التي أسكن بها أو البيت، وهذا سيؤدي يعني إلى تخفيض التوتر. يعني عندما تعرف أنه لديك الإمكانية للدفع أنت يعني ستستقر نفسيا، وهذا كله في إطار مشروعنا وشركتنا، وكل هذا سيكون حقيقيا وواقعيا معنا. ولكن فقط عليكم أن تتعلموا كيف يعمل هذا العالم المالي، وأيضا يمكننا أن نعطي إمكانية لبعض الناس للعمل. كل هؤلاء الذين هم جزء من النظام الإيكولوجي أو الإيكوسيستم الخاص بنا، سأريد أن أعرض عليهم هذه الوظائف الجديدة. وننتقل إلى الشريحة التالية، وبكلمتين وباختصار أريد أن أتحدث عن نقطة مهمة أيضا. من فضلكم لنغير الشرائع في جميع الغرف ولنتحدث عن أهدافنا. نحن نتحدث عن 10 ملايين شركة و100 مليون فرد. من الممكن بالنسبة إليكم ستكون هذه الأرقام أرقام كبيرة جدا، ولكن هذه ليست أرقام كبيرة، لأنه في العالم هناك أكثر ب30% أو ب30 مرة من هذه الشركات في العالم. وطبعا لهؤلاء الشركات الأولى التي ستشترك ستكون لديها امتيازات ومميزات، وهؤلاء هم سيحصلون على مزايا كثيرة لأنهم سيكونون شركاء في المحفظة العالمية الخاصة بنا، أو هم سيتمتعون بمزايا هذا المشروع الضمانات الرقمية. وانظروا إلى حجم الذي سنحصل عليه فقط عن طريق بيع تعليمنا للأفراد. نحن نتحدث عن 225 مليار دولار، والشركات 11 مليار دولار، وحجم التسويق هو سيكون 800 مليار دولار، حجم سوق التوكنات في الشركة بين الشركات. طبعا حجم التداولات بين الشركات والأفراد، بين الأفراد والأفراد من دول أخرى. وطبعا
عن طريق العقود الذكية والسمارت كونتراكت هي ستكون أثمانها غير كبيرة، ممكن 2%. وتخيلوا أن هذه 2% هي لن تكون من يعني دخلكم السلبي. العقود الذكية والسمارت كونتراكت التي سيتم توقيعها مع الشركاء، أنتم ستحصلون على عمولات، وليس فقط عن طريق العمولات، ولكنه سيكون أيضا جزء من مشروع الذي هو بدوره جزء من المحفظة العالمية الاستثمارية، وأنتم ستحصلون على بونصات وأرباح موزعة بفضل تنمية مشروعنا. والآن سأريد أن أخبركم عن شيء، عن خبر رائع. الثالث والرابع من يوليو أنتم ستعرفون أن شيء مهم جدا عن هذه الوظائف الثلاث الجديدة. الآن لن يعني أتحدث عن جميع هذه الأسرار، سأتحدث فقط عن ما هو موجود على الشريحة. لدينا سيجنالر، وهو المستخدم المشارك في مجتمع إيفوريتش، هو لا يعرف أي شيء عن المشروع، ولكن بعدها سينطلق. لدينا ديجيتال سيلر، وهو بائع محترف مدرب على مبيعات المنتجات الرقمية NDE، الذي هو يعتمد على السمارت كونتراكت، وهؤلاء الذين سيجتازون تعليم، وأيضا الشركة أو الشركات التي تريد أن تشارك في هذا الأمر هم سيحتاجون إلى الديجيتال مانجر، وهو خبير متخصص في أنشطة الملف الشخصي والحساب الشخصي لمشروع NDE والضمانة الرقمية يعني، وهو سيكون مسجل في قائمة يعني الأشخاص الذين لديهم صلاحية للقيام بهذه النشاطات. وننتقل إلى الشريحة التالية، وسنتحدث عن الديجيتال سيلر. هو بائع محترف ينضم إلى الشركة ويبرم عقد وتدريب، ويسجل فردا أو شركة ويقنعهم بالتسجيل يعني، ويكونوا يعني يقومون بالتسجيل في الإيكو سيستم الخاص بنا. السيجنالر والديجيتال سيلر هم سيحصلون على فوائدهم، وهو من الممكن سيكون هو عمل على مدار الساعة، ويمكنكم أيضا أن تقوموا بترتيب جدول عمل مريح بالنسبة إليكم في أي وقت، وتحصلون على دخل سلبي أيضا بالإضافة إلى ذلك. وننتقل إلى الشريحة التالية لكي نعرف كيف يمكننا أن نصبح ديجيتال سيلر. يجب عليك أن تكمل دورة تدريبية فقط، وأن تقوم بالتسجيل كرجل أعمال فردي لكي تكون لديك إمكانية لدفع الضرائب أو ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح. أنت ستحصل على أموال، هذه الأموال سيتم تأكيدها وتأكيدها عن طريق حسابات رسمية، وأنت ستقوم بدورك بدفع الضرائب بحسب الاعتماد على أي بلد أنت متواجد فيه وبحسب قوانين بلدك. نحن تحدثنا عن البائعون الرقميون، والآن عدة كلمات حول الديجيتال مانجر. طبعا لكي نشرح بشكل دقيق هذه الوظيفة سنحتاج إلى ساعات، ونحن طبعا قمنا بإضافة محاضرة حول هذا الموضوع في الدروس التعليمية يعني، ولكن هنا سنتحدث بشكل عام. القائمة أي هم هؤلاء الديجيتال مانجر الذين لا يعملون مع الأطراف الثالثة، يعني هم المتخصصون الذين يعملون في الملف الشخصي الخاص بهم أو الملف الشخصي الخاص بشركتهم. هؤلاء الناس الذين سيقدمون الخدمات للأطراف الثالثة أو رجال الأعمال أو الشركات يجب أن يقوموا بالانضمام إلى القائمة باء، وهنا سنقسم هذه القائمة إلى فئتين، ونحن سنرى على الشريحة التالية ما هي هذه الفئات بالتحديد. ستكون لدينا 5 أقسام للديجيتال مانجر. إذن القسم الأول هو حق الاستخدام للأنشطة
أسرية، حق استخدام الضمانات الرقمية للأنشطة الأسرية. 2 و3 و4 و5 هم هؤلاء الناس الذين سيعملون بما في ذلك في إطار الشركة أيضا، ليس مع الأفراد فقط. ونحن هنا قسمنا المانجرز أو المدراء إلى الشركات والتي سيعملون بها معها. نحن نبدأ مع رجل أعمال فردي وننتهي مع الشركات الضخمة القابضة، يعني العمل بحسب حجم الشركة. طبعا هؤلاء الأشخاص الذين يستعملون معهم كلما كانوا أكبر يعني في الحجم كشركة أو ما إلى ذلك، فكلما كان التعليم يكون أكبر والاستعداد يكون أكثر جدية. ونحن الآن سنتحدث عن التدريب والتعليم. يعني نحن شرحنا لماذا نحتاج إلى الضمانات الرقمية وما هي مزايا الضمانات الرقمية التي تقدمها إلينا، والآن سننظر إلى كم سيكون ثمن التعليم. من الممكن هو لا أحد يتمكن من الحصول على هذا، ممكن لشخص ما سيكون هذا غالي جدا، أو للبعض سيكون هذا وقت طويل للتعليم. نعم، والبعض سيقولون أن لا أحتاج إلى هذا، لكن ما هو محتوى التدريب؟ هو دورة تدريبية عن الـ NDE أو الضمانات الرقمية. هو سيتكون من 15 جزء أو قسم، وكل منها فيها عدة دروس، هي 60 درسا. البرنامج موزع ومقسم على 15 جزء، كل جزء يحتوي على 4 دروس. ولذلك كل يوم أثناء فترة الغداء مثلا، أثناء فترة عندما تذهب بسيارتك إلى البيت، يمكنك الاستماع إلى هذا الدرس أو هذه الدروس. كل هذه الدروس هي تم إعدادها بشكل رقمي. إذن التعليم الجزء الأول هو سيمنحكم إمكانية للتعرف على مشروعنا. الجزء الثاني والمرحلة الثانية هو الحصول على التوكنات. وننتقل إلى الشريحة الثانية. معناه أنا بفضل الدفع أتمكن من الحصول على التعليم وأيضا التوكنات التي تمكنني من المشاركة في السجل. إذن التدريب للأفراد هو مقسم إلى جزئين، يعني التدريب القياسي أو التقليدي ستاندرد هو $100، وهنا يمكنكم استخدام الضمانات للاستخدامات الشخصية في إطار المجتمع. هؤلاء الناس الذين سيستخدمون الضمانات لكي يعملوا مع الأشخاص أو الأطراف الثالثة أو البنوك أو المؤسسات المالية، فهنا التدريب سيكون ثمنه $400. هو تدريب بلس. طبعاً $400 أنا أعتقد هذه مبالغ يعني رمزية لكل هذه المعلومات التي ستحصلنا عليها في إطار مشروعنا. ما الذي يتعلق بالتعليم أو تدريب للشركات؟ قمنا بالتقسيم الباقة إلى 4 أقسام. رجال أعمال فرديون ومتخصصون المهن الحرة يمكنهم التدريب بمبلغ $2,500. طبعا لأن نفهم الآن لا يستطيع الجميع يعني تأمين هذه المبالغ لأنفسهم، أما التدريب للشركات ذات مسؤولية محدودة والكونسيريو تدريبها ب$5,000. أما التدريب الثالث للشركات المساهمة والصناديق $12,500، والتدريب للشركات القابضة هو سيكون بمبلغ $25,000. وفي أي لحظة عندما الشركة تكون مستعدة هي سيمكنها أن تدفع الدفعة الأولى وبدء دورة التعليم. وما عدا هذا نحن ستكون لدينا إمكانية مباشرة للانضمام إلى السجل الرقمي،
وفي داخل السجل الرقمي يجب أن نتواجد لفترة معينة كي تكون لدينا إمكانية وفرصة أن نصبح شركاء مضمونون في مشروعنا. وننتقل إلى الشريحة التالية ولنرى كم سيكون ثمن المشاركة في السجل. كما تتذكرون أنا تحدثت مسبقا عن الانطلاق التجريبي المشروع قبل الانطلاق في الملف الشخصي. أنا قلت أن الشركات التي ستنضم في المراحل الأولى ستكون لديهم إمكانية للحصول على دخل من الستيكينج أو الإيداع من تحويل الأموال إلى توكنات. يعني التسجيل قبل فتح الملف الشخصي والحصول على الكود للسجل سيكون $2,500. تلك الشركات التي ستقوم بالتسجيل في المستوى أو المرحلة الثانية ستقوم بدفع من الممكن هي ستكون بالنسبة إليكم هي أقل كما ترون. نعم $500 و $1,000 و 5,000 و 10,000 للشركات القابضة. نحن قمنا بتقسيم الأسعار هنا بحسب الفئات، ولكن هنا الدخل الإضافي في الستيكينج أنتم لن تتمكنوا من الحصول عليه في الحالة الأخرى. يعني الأفراد الذين يريدون الحصول والدخول إلى السجل لا يجب عليهم دفع الكودز. الكودز هي مهمة ويحتاج لها للشركات، يعني $100 و $400 تسجيل والتدريب. كلما ستسجل بشكل أسرع ستحصل على ضمانات أكبر. وهنا سننتقل إلى الشرح التالي وسنرى أمور أكثر روعة. سنتحدث عن خطة التسويق وهو الذي يهتم به الجميع. كم يمكننا أن نحصل لنرى خطة التسويق؟ ولكن أريد أن أسترعى انتباهكم أن هذه الخطة، خطة التسويق، هي التي ستعمل وتكون فعالة من الدقيقة التي نبدأ فيها بإطلاق الحساب الشخصي. قبل أن نبدأ باستخدام خطة تسويق شركة إيفوريتش، نغير الشرائح في الغرفة الروسية وغيرها. وهنا سترون أنه الديجيتال سيلر ستكون لديه نسب مختلفة قليلا. الديجيتال سيلر سيكون تلك الشخصيات التي ستساعد الشركة لتوقيع الصفقة أو إبرام الصفقة، وكديجيتال سيلر أو سيجنالر هم سيحصلون على عمولاتهم من شركة إيفوريتش بحسب خطة سوق إيفوريتش. وعندما سنكون مستعدون لإطلاق حسابنا الشخصي أنتم ستحصلون على هذه الخطة التسويقية التي موجودة على شرائحنا. ومع عدا هذا سنتحدث في روما في 3 و 4 يونيو. سنقدم إليكم بونصاتنا الخاصة ومكافأتنا الخاصة، وهي ستكون أخبار رائعة وفعليا. ولن يتحدث أحد بعد، نحن سنقول نحن قمنا بهذا. وأنتم ستعرفون من صباح اليوم الثاني ستتمكنون من البدء البيع والعمل والترويج، ويمكنكم البدء بأن تصبحوا مروجين لمشروعنا. ويمكنكم تمثيل أي دور في مشروعنا، وعلى أي حال يمكنكم أن لا تحصلوا على الأموال فقط. استمعوا لي بانتباه، ليس فقط الحصول على الأرباح من هذا المشروع، ولكن من الدقيقة الأولى واللحظة الأولى أنتم ستتمكنون من الحصول على دخل مضمون. ولذلك أنا الآن لا أريد التعمق في هذه التفاصيل، ولكن يجب علي أن أكون منتبها إلى الغاية عندما ستستمعون إلى الكونغرس. من الممكن أونلاين أو أوفلاين الاستماع إليه، وأنتم ستتمكنون من الحصول على مزايا
مقارنة بهؤلاء الناس الذين ما حصلوا على البطاقة للمشاركة. أنا نبهتكم بهذا الأمر. والآن لننتقل إلى التلخيص لهذا هذا العرض التقديمي. سننتهي بعد دقائق معدودة. الآن أريد أن أتحدث عن المكافآت للسيلر، ومن فضلكم انظروا إلى هذه الأرقام. أنا طبعا لا أعرف أين أنتم تستمعون إلي، من أي بلد، في شمال الكوكب، في جنوب الكوكب، في غرب الكوكب، في شرق الكوكب، لا أعرف في أي بلد أنتم الآن، ولكن بفضل عقد واحد موقع أو بفضل شراء دورة أو باقة تعليمية واحدة ستتمكنون من الأخذ من 175 دولار إلى 1750 ألف دولار، أن تأخذوا هذا المبلغ معكم إلى البيت. وطبعا الإمكانية الكبيرة التي ستبدأون بالحصول عليها بعد إبرام صفقة واحدة، ولا أحد سيضع أمامكم حدود ومحددات. يمكنكم توقيع أو إبرام صفقة أو اثنان أو ثلاث صفقات في الأسبوع، وهذا هو سيكون كمتوسط راتب شهري. لأنه تخيلوا إذا أنت ستتمكن من خلال شهر واحد من توقيع عدة صفقات بمبالغ كبيرة، 12500 دولار مثلا، فأنتم طبعا حرفيا ستحصلون على مرتب، متوسط مرتب شهري. وطبعا الشركات تبدأ بمشاركة المعلومات مع عملائها ومزودينها، وهنا سيبدأ بالعمل هذه الآلية، آلية الإعلان الشفهي. سنقوم بتشغيل المحرك اللانهائي الذي هو سيبدأ بالإتيان إلينا بالفوائد ومعرفة كيف تعمل المؤسسات المالية والشركة، وأيضا آلية حياتكم في نفس الوقت. وهذا الشكل المالي سيعمل لمدة 10 سنوات مقدما. وكيف ستحدث معها؟ فقط أحتاج أتحدث مع الناس. ننتقل للشريحة التالية وسنرى استراتيجية نجاحنا. أنا يجب أن أشرح للشركات أن تحصل أو إنشاء الكود الذي يتم تعيينه بعد اجتياز الامتحان، شراء دورة تدريبية، دراسة دورة تدريبية، اجتياز الامتحان. وبعد اجتياز الامتحان أنا أبدأ بإنشاء التصنيف الرقمي. وهنا ليس من المهم كم سأشتري من التوكنات، يمكن أن أشتري حجم صغير من التوكنات أو حجم كبير مباشرة، وهنا سأستطيع من التسجيل في سجلنا والبدء في العمل مع المجتمع. ليس هناك أي شيء صعب، ولا أحد يسألكم ويطلب منكم معجزة أو تقوموا بالمعجزة. نحن نعطيكم إمكانية للتمتع بهذه الفرصة الرائعة. أنتم ستتمكنون من إنشاء هذه الضمانات الرقمية والحصول على الأموال من المؤسسات المالية الموجودة. وأريد أن أريكم في الشريحة الأخيرة وأن نتحدث عن حياتنا الواقعية، عن الخبز والرز. الخبز والرز هي المنتجات الأهم والأكثر أساسية التي الناس حول العالم يستخدمونها ويتناولوها خلال آلاف السنوات. وهنا أريد أن أوضح لحضراتكم لحظة واحد. الكثيرين منكم يقولون نعم.
هذه كلمات رائعة جيدة التي تقولها الآن، ولكن وبعدها سيكون هناك شيء يعني ليس كما انتظرنا، ومن الممكن أنتم على حق تخيلوا أنه عمرنا يعني سنتان. عمرنا أعطوني مثال على سنتان. طفل عمره سنتين كالطفل. يركض ولا يقع أبدا لا يستطيع ولا يؤذي ركبتين عند الوقوع ويتحرك، والطفل يبقى دائما طفل يبكي بعد ذلك ويستريح وبعدها يركض مرة أخرى. هذا المهم، هذه هي خبرات التجارب الحياتية تفيده في الحياة، وهذه وإمكانياته يعني ستتوسع يعني من يوم إلى آخر، وقدرته ستنتقل وتتوسع من يوم إلى آخر، ويصبح يعني قادرا على تحقيق يعني الأعمال استعدادا للقيام بخطوات أخرى جديدة وقرارات جديدة. انظر 2019 ماذا حدث؟ واحد كيلوغرام من الخبز كان سعره $3، وهذا كان هذا هو يعني يوافق أو طابق 2200 سيناريو، لأن ذلك 2019 لم يكن هناك دبليو سيناريو، ولذلك كتبت سيناريو. ولو اشتريت واحد كيلوغرام من الخبز في 2019 في 2019 كان يجب علي أن أصرف، يجب أن أدفع 2200 سيناريو، و2021 علي أن أدفع فقط 9 توكنات يعني في سعر 40 سنت، وفي 2023 سأحتاج إلى 0.03% من CRU. وهذا كله نفس الشيء يمكنكم رؤيته على بالنسبة للأرز أيضا، عفوا الأرز. وهنا أنا أقوم بالمنتجات الأساسية، هذه المواد المنتجات الأساسية، وهذا أيضا ما يحدث. نغير الشريحة من فضلكم، أموالنا ومدخراتنا، لنتحدث عن الاستثمارات في الشريحة التالية. وأنا أخذت هنا الذهب لأنه طبعا خلال 1000 سنة الذهب يتمتع بطلب كبير، وأنا أخذت على سبيل المثال أسهم الشركة المعروفة حول العالم، شركة فيراري، لأنه فيراري هي إحدى الشركات القلائل التي أنه عندما تقدم رهن هو يكون 1 مقابل 1، يعني هذا هو من الشركات القلائل طبعا التي لديها إمكانية أن تقوم بهذا الأمر. أن تحصل على هذه الأسهم، لأنه مقابل هذه الأسهم ممكن 80%، بعض الشركات تقدم يعني أقل بهذا المبلغ. لكن وفي 2019 كيلوغرام الذهب هو كان يساوي $40، أي 27,000 سيناريو، وفي 2021 55 للغرام الواحد و 137 CRU يمكننا أن ندفع. ما الذي سيحدث في 2023؟ أن كيلوغرام الغرام الواحد الذهب هو سيرتفع في الدولار، وانظروا إلى هذه الأرقام. وإذا سنرى في 2023 فسنرى أن المبلغ هو سيكون 0.65 CRU أو دبل CRU وننتقل إلى الشريحة التالية الأخيرة، وننتقل أيضا إلى الخبز والأرز. هنا مثال في الدولارات، ويجب أن أعمل لأكسب هذه الدولارات بفضل ارتفاع أسعار التوكينات كما حدث خلال السنتين الماضيتين. ترون 9 توكينات يمكن أن يشتروا 1 كيلوغرام من الخبز، وفي 2023 بنفس هذه
تسع توكنات يمكن أن أشتري 286 كيلوغرام من القبض. تصوروا أنني الآن يعني أضع في المدخرات 3 دولارات وبعد سنتين ب3 دولارات سأشتري نفس كيلوغرام الذهب. ولو أنني أضع في مدخرتي 9 توكنات فبعد سنتين سأشتري بنفس هذه 9 توكنات سأشتري على كمية كبيرة من الخبز 286 كيلوغرام من الخبز. أنني ربما يعني أنني أحلم ولي رؤية. ما هذه الأشياء الخيالية؟ ربما لا أعرف كيف أحسب وكيف أحلم، وأنني ذكي لدرجة أن نضع في المدخرة كمية من التوكنات. تكلمت مع كمية كبيرة من الناس والشركات ولا أحد يقول لي هذه فكرة سيئة. هذه الفكرة الآن يعني كضمانة للمستقبل الحياة ليس النقود أو الأسهم وإنما للتوكنات. الكل ينتظرون إطلاق هذا المشروع وهو عملية تم إطلاقه. تفضلوا وزوروننا في المؤتمر في روما واستمعوا لنا أونلاين أو مباشرة، وهذا سيعني وكل حتى الناس الذين لا يثقون بنا وحتى لأنهم ليس يعني على بشكل إيجابي يفكرون. كل يوم ننهض في الصباح وننظر إلى الشمس وأحيانا ربما هناك مطر أو غيوم، وحتى لو عدة أيام بسبب المطر لا شيء يتغير في العالم. وفي وقت من الأوقات طبعا هناك عقبات بيننا وبين الشمس، هذا لا يعني أنها لم تأتي أو تشرق الشمس. هذا يعني أن علينا أن ننتظر فترة معينة ليست طويلة، ويعني ثقوا بأنفسكم، ثقوا الذي قادكم إلى بإطار شركتنا ومجتمعنا، إنني أقول ذلك. وتبادلوا وشاركوا هذه المعلومات لكمية أكبر من الناس. من فضلكم ادعوا الناس إلى المؤتمر في 4 و 3 من يوليو إلى روما. أتمنى لكم كل شيء من أحسن ما يكون، وإلى اللقاء.